وسمعته الكلام على السر، وسمعته كلام حبيبنا أحمد على الذكر وتعليقه على الذكر، وكل هذه الثلاث مطلوب من العبد أن يدخل فيها حتى تدخل فيه، لأنه مطلوب من الإنسان أن يذكر الله حتى يظهر نور الذكر في الذاكر. ويأتيه من أين؟ يأتيه من المذكور. ومطلوب من الإنسان أن يتعرض للسر حتى يمتلي قلبه بالنور. والتعرض للسر والتعرض للنور ذكروا العلماء أسباب الطرق إليه، لأن كل واحد مطلوب منه أن يسعى في هذا. فالإمام الحداد نقل لنا عن الإمام الغزالي رحمهم الله، ونقل لنا عن من قبله الطريقة التي يصل بها العبد إلى الدخول على السر، وإلى الدخول على الذكر، وإلى الدخول على النور. ومن أين يأتي النور؟ ذكره لنا الإمام الحداد في مقامات الدين، ومقامات الدين كلنا مطالبون بها، وكل واحد قائم منها بتلك المقامات، إلا أنها هل لها انفعال في قلبه؟ هل لها تأثر؟ هل ظهر سرها؟ هل ظهر نورها؟ هل ظهرت بركتها؟ هل أثمرت أو ما أثمرت؟ هل انتفع بها؟ هل حضر مع المذكور ولو لحظة حتى يحضر معه المذكور أو لا؟ هذا موضع الكلام. ذكره الإمام الحداد كما ذكرنا في المقامات في منظومته التائية، فقال: مقاماته 9 عليك بحفظها وإحكامها، وابدأ بتصحيح توبتي. ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا ابتدأ بالتوبة وصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، وكانت توبة نصوحة كما أشار إليه القرآن، ظهرت ثمرتها عليه، ظهرت ثمرتها. قالوا: كانت التوبة أول قدم يضعه السائر، وهي مقام من مقامات الولاية ومقامات الدين، لا بد لها من وارد، ولا بد لها من تأثير، ولا بد لها من حال. وأهل حال إذا صدق في التوبة ظهر في قلبه لمعة من النور حق صدق التوبة، وهذه اللمعة تحفظه من أن يذهب يمنى أو يسرى إلى الغفلة، تحفظه من أن يذهب إلى غير الطريق، تحفظه من أن لا يتجه إلى مولاه سبحانه وتعالى، فيدخل منها إلى مقام الصدق. مقاماته 9 عليك بحفظها، فإذا دخل على مع مقام الصدق قالوا بات في مقام الصدق، ظهرت عليه حالات الصدق، وأصبح بصدقه في مقام من المقامات الأخرى. وهكذا المقامات 9 التي ذكرها العلماء، هذا طريق السر وطريق النور وطريق الورود إلى الحضرة، لأن كل عبد ما دام مطلوب بلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي أصل المقامات كلها، ولا بد من أن تغشى صاحبها أحوالها وسرائرها ومظاهرها وتأثرها كله. قالوا إن الإمام السري السقطي مر ذات مرة في مسيره في الطريق، وبعد ما مر قالوا له: هذاك حريق يشتعل في بيت من بيوت أهل لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، فانطفأت النار. هذا المقام ذا من أين خرجت هذه لا إله إلا الله؟ من قلب غافل؟ من قلب كذاب؟ من قلب لاهي؟ من قبل ما من قبل ما يدرك؟ لا، هذه ظهر أثرها لما كانت بهذه المثابة منه، وظهر أثرها كذلك في غير هذا. ومثله دائما أذكر إنها كانت لوالدي رحمه الله من أحدى غرائب كراماته، إنه كان مدعو في جماعة لغداء عند أحد من أهل البلد من التجار المعاذلة القائمين بحرفة التجارة، ولما قدم الغداء ووضعوا يدهم على الغداء إذا واحد ينادي صاحب الدار يقول له: يا أبا عوض. قالوا: لبيه. قالوا: الغاز يشتعل، تشتعل فيه النار. قام هذا مبهوت، قال له: أبوي لا قمت يا ولدي. قال له: النار في حقنا الغاز هنا. قال له: بتروح تحترق ونحن في الدار عندك؟ ما يتأتى. هذه الرتبة
يرجع الإنسان إليها. كلنا نقدر نقول هذا الكلام، ولكن هل تقف النار بهذه الكلمة؟ وأهلي أوقفها، أوقفها مقام من مقامات الصدق وصل إليه صاحبه. هذه هي الثمرة. والثمرة الثالثة ربما ذكرتها لكم في الأسبوع الفائت، ذكرت لكم مالك بن دينار وأنه كان بات عنده أضياف وأصبحوا وطلبوا منه الإذن فدعا لهم وأذن لهم ثم رجعوا بعد مسيرهم، قال لهم وراكم رجعت بعد ما شيعتكم بالدعوات وأذنت لكم، قالوا له وجدنا مأسدة في الطريق، قال لهم أو تخافون الأسود؟ قالوا له ومن ذا الذي لا يخاف الأسود؟ قال اتبعوني. مشى بهم حتى دخل المأسدة ثم أخذ يفرك أذن أسد ويقول له ألم أقول لكم لا تكلموا أضيافي. هذه مقامة، هذا النور اللي ذكره لكم جعفر وأشبع الكلام فيه، هذا الوارد الذي ظهر عليه، هذا المقام حقه، هذه ثمرته. واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. هذه ثمرتها. وهكذا فالإنسان إذا أراد النور يظهر عليه يذكر مذكوره ويترك ما سواه. فإذا قال لا إله إلا الله فيتخلى بها عما سواه، وسوف يظهر عليه واردها، وسوف تظهر عليه بركتها. وما هي هذه البركة؟ ما هي انحراف الأسود؟ ولا هي دفع الحريق؟ ولا هي شيء، ولكنه كما سمعته في كلام الإمام الحداد الذي أورده لكم حبيبكم أحمد، ولكنه الوارد النوراني هذا الذي يغشى القلب في تلك اللحظات، هذا ما يقدر بشيء. كثير ما أذكر لكم ذكر الشيخ يحيى الخطيب في مناقب الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين الإمام العظيم، هذا قال إنه كان إذا جاء إليه واحد فاجأه بحاجته قال له ألست جئت لتقول لي كذا وكذا؟ قال له نعم. وبعد قال له الشيخ يحيى الخطيب من أين لك هذا؟ قال له أنت ما تقرأ القرآن؟ قال له بلى أقرأ القرآن، بل قال في قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، منتقشة في الصدور. العالم كله لوح واحد أمامهم يقرأ الواحد فيه ما جاء بما جاء كيف شاء، باه بالجهارير هذه؟ لا، ولكنه السر القلبي هذا الذي يحل في الغيب والذي يحل في باطن الإنسان، والقلب الذي يخاطبه القرآن ويستشعره، لا القطعة الصنوبرية من اللحم هذه الصغيرة، ولكنه شيء تارة يعبر عنه القرآن بالقلب، وتارة يعبر عنه القرآن بالروح، وتارة يعبر عنه القرآن بالسر، وتارة يعبر عنه القرآن بالنفخة، وكل المعاني تتأتى فيه وتأتي. من ذلك ما تقرؤونه عن من؟ تقرؤونه في كتاب الله عن صاحب سليمان. وأهل الأمة هذه لهم في الفضل ما هو أسبق وأسبق. صاحب سليمان قال وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، سأل الله هذا الفضل. ثم مع السؤال هذا أخرجوا من قلبكم ظلمات الأوهام هذه الذي خذت بالناس إلى عالم الغفلة، خذت بهم إلى عالم الجهالة. يصلي الواحد ولا يدري كم صلى، ولا يدري ما قرأ الإمام، ولا يدري في الفاتحة من سر، ولا يدري في السورة من سر، ولا يدري سر التسبيح الذي في الركوع، ولا يدري سر الثنى الذي في الاعتدال،
ولا يدري سر التسبيح الذي في السجود، ولا يدري سر الثناء الذي فيما بين السجدتين. ما هو داري بشيء، صليت؟ قال نعم الحمد لله صليت. لا دريت بذكر التسبيح، عرجت مع شيء منها، انفتح لك شيء من عالم الغيب، ظهر لك شيء من عالم السر. نوديت في قلبك، نوديت في سمعك، نوديت في ظاهرك، نوديت في باطنك، او صليت تعبر علينا صلوات كما قلنا. حجينا العام، حجينا ذي السنة، حجينا اللي قبلها، وكما وهي العادة المتبعة. سعادة كما رب سعادة تحب ربها وربها يحبها، ماشي غير هذا. صليت؟ قال نعم. حجيت؟ قال الحمد لله. شي ظهرت دعوات الحج، ظهرت أسرار الوقوف. هل تنكر التنزلات التي ترسل من عالم الأفق، من الأفق الأعلى؟ هل تنزل تنكر الرحمات التي يتجلى بها الرب سبحانه؟ هل نالك نصيب؟ هل شعرت بشيء؟ هل